اهلا وسهلا بيكم والدنيا ملك ايديكم مع قناه ست البيت والحيوي. الدنيا حقيقي منوره بيكم. النهارده هنشوف احلى طبق كباب مع بعض، وهنعمل كاتشب بيتي، نعمله نستخدمه في بعض سندوتشات، نستخدمه في انواع من الصوصات اللي احنا كتير قوي بدل ما نطلع نشتريه من بره، لا نعمله في قلب البيت، هيبقى حاجه بيتي جميله قوي. نبدا ونقول بسم الله. مخرجنا الجميل يبدا يجيب لنا المقادير. بالنسبه للكباب عندي نص كيلو لحمه بتلو، في عندي البصل، وفي عندي كرات وكرفس، في عندي صلصه بوريه، معلقتين صلصه بوريه، في عندي عيش، في عندي الثوم، في عندي الزبادي والنعناع، هيبقى معاهم زي صوص كده مع الكباب. بالنسبه للكاتشب البيتي تاني حاجه اللي هو هيبقى عندي برضو الطماطم البوريه، وعندي نشا، وعندي بصل بودره، وعندي سكر، وعندي خل، وعندي الميه. نبدا ونقول بسم الله. اول حاجه انا اللحمه بتاعتي سلقتها مع البوكيه جرنيه. ايه هو البوكيه جرنيه دوت؟ نتكلم واحنا شغالين. البوكيه جرنيه دوت عباره عن البصل وكرات وكرفس. ابدا اشغل على النار بتاعتي عشان اشتغل على الكباب. بسم الله، ازود النار من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ أجيب شوية من إكسير الحياة. الزيت اللي أنا دايما بدلعه. البصلية اللي أنا هقطعها بحجم الإيه؟ بحجم حتة اللحمة اللي متقطعة عندي، اللي انا سلقتها مع بوكيه جرنيه. نقول بوكيه جرنيه تاني ايه هو؟ اهوت ديت حجم التقطيع بتاعت البصله. في عندي البوكيه جرنيه بيتكون من دي، يعني بوكيه جرنيه يعني ايه؟ اساسا صحبه عطره دايما بتحط مع اللحوم او الفراخ او اي حاجه فيها ريحه زفره، انا عايز اشيل ريحه الزفره دي منها. اشيل دول، ببدا اسلقها. تمام، بشيل بقى ايه بعد كده؟ صفيت اللحمه بتاعتي وهبدا اشوف انا هعمل معاها ايه. هلف البصلايه ديت على النار تديني كرمله والشكل الحلو بتاعها. ابدا انزل عليها باللحمه، ومعاها هنعمل شويه عيش في قلب الفرن، هيبقى برده طعمهم حلو قوي ولزاز، حاجه كريسبي كده تدي لنا طعم حلو. انا عايز ازود كميه البصل برده مع اللحمه تديني طعم افضل مع الكباب. كمان واحدة، أنا عايز كمية محترمة من البصل. البصلاية لما باجي أقطعها، تمام، ما بشيلش الإيه اللي هو العنق اللي ورا دوت، لأن العنق دوت هو اللي بيحافظ لي على البصلاية إنها ما تتكسرش. طاسة بتقول لي ما يلا بينا نشتغل، أقول لها عينيا الاتنين جاي لك يا حياتي. هو ده الصوت اللي دايماً بحبه. نقطع الكرات والكرفس. برضه ما اقطعوش صغير قوي بحيث ان هو ايه، اسيب الحتتين دول ممكن استخدمهم في كجرنش عشان برضه ما يتحرقش مني. ابدا اقطع الكرفس. برضه قريب من نفس التقطيعة بتاعت الكرات. هحطهم عليهم كده ومش هقلبهم، اسيب البصلاية تدي معايا اللون الحلو اللي هو الذهبي. ابدأ الف الحاجة دي. لو انا عايز الحاجه دي تديني الميه بتاعتها وتنزل من الميه بتاعتها، هدي دلوقتي شويه ملح، او عايز اسويه بسرعه اديله شويه ملح، هيبدا يستوي معايا بسرعه. ليه؟ لانه هينزل الميه بتاعته. اجيب العيش، الفرن بتاعي شغال والدنيا نار النار، برضه مش هقلبه.
ممكن اعمل في العيش ده ايه، هجيبه احط عليه شويه زيت بصوت خفيف قوي وسن الثوم، تمام، وهدخله الفرن، هيديني طعم حلو قوي مع الكباب. او ممكن لو انا مش عايز اخده في الفرن ممكن برضو يتقلى في طاسة على النار في الزيت يعني. أبدأ أنزل بشوية ملح، احنا قلنا لما نيجي نستخدم، معلش نزود كمان عشان يبقى انا ما ارجعش بالملح تاني، لما نيجي نستخدم اي حاجه في قلبها مواد حافظه بنحطها الاول ليه؟ على اساس ان هي بتطير المواد الحافظه مني من الحاجه اللي انا شغال عليها، على ما يجي مثلا النصوص بتاعي يبدا يسبك بكون انا ايه؟ تمام، يبقى انا وصلت ان ما يبقاش فيه اي مواد حافظه في الاكل بتاعي، ما اضرش اولادي او اضر اي حد موجود عندي. حلو قوي. نبدا نجيب الصينيه بتاعتي، ارجع بدي ورا، استنى بس انها ايه تدبل معايا شويه سنه، وابدا انزل باللحمه، احط لها انا بقى ايه شويه من الصلصه، قد معلقتين او معلقتين ونص على حسب ما انا بحب. في عندي ايه تاني؟ انا عندي التوم برضو ما نزلتش بيه اهو. ليه التوم ما نزلتش بيه في الاول ونزلت بيه دلوقتي؟ التوم انا ما نزلتش بيه في الاول لان هو خفيف ضعيف متقطع تقطيعة خفيفة، فبالتالي انا لو نزلت بيه في الاول طبعا هيتحرق مني، مش هبقى انا استفدت بيه الريحة بتاعته، انا عايز الريحة بتاعة التوم بس مش اكتر من كده. في الوقت ده بقى ايه؟ نبدأ ننزل باللحم. ادي لها سنه خل بسيطه تدي معايا لسعه وتدي معايا طعم حلو. عايز انا سنه ميه بسيطه. هدي عليها بقى ايه؟ النار. اسيبها تعيش مع نفسها. قبل ما اهدي عليها النار واسيبها محتاج انا انضف الحرف دوت. ليه بقى؟ الحرف ده انا طبعا هسيب دي شويه على النار تتسبك او تديني الصوص اللي انا عايزه، التقل اللي انا عايزه. لو الحرف ده انا سبته كده هيتحرق مني وهيبهدلني وقت لما اجي انضف الطاسه دي. شويه من الزيت. أبدأ أحطهم هنا كده. قلنا لو عايز أستخدم الحاجة ديت مع ليها في طاسة على النار عادي مفيش مشكلة. عايز أعملها زي ما أنا بعملها كده ما برضو مفيش مشكلة. عايز أحمصها في الفرن من غير أي دهون أو أي حاجة برضو ده كله يرجع لنا. بس الزيت الزيتون طبعًا إحنا عارفين كلنا فايدته، وبعدين بالإضافة كمان اللي أنا طبعًا حطيت عليها شوية توم، احط على ديت شويه كمون وشويه كزبره خضراء، كزبره ناشفه. فين الكمون بتاعي؟ ده فلفل ابيض، كمون اهوت. اجيب منديل انضف ايدي. هدي عليها النار كمان شويه.
سخنة، عايزة إيه؟ زي شمعة بالراحة كده هادي عليها. أبدأ أقلب دول. حطينا ملح؟ لا ما حطناش ملح. فين فين؟ نرجع الحاجات ديت. دي الكزبرة، الفلفل الأبيض، أدي الملح. لما أجي أتبل، أنا مثلا شغال في دلوقتي في حاجة، تبلت الأول الحاجة الفرسة اللي أنا عملتها قبل ما أنزل باللحمة، تمام؟ لما أجي أتبل تاني ممكن أقوم جاي مدي تاني شوية تتبيلة تانية للحمة، يعني كل جزء بالتتبيلة بتاعته يديني أفضل طعم. أبدأ أدخل ده الفرن، الفرن بتاعي سخن موحوح. أنظف إيدي، أنظف مكاني، ونشوف بقى إيه هنعمل إيه تاني. نشيل الحتة ديت. بسم الله. في عندي الزبادي، أجيب بولة أنزل فيها بسلطة الزبادي. لا بالزبادي، دي لسه ما بقتش سلطة. أجيب شوية نعناع، شوية محترمين كده، الزبادي ديت حاجة بقى إيه بترطب على المروح كده تخليني كده إيه رايق. ويا بقى لو انا جيت قبل النوم كده قمت جاي اضرب لي ايه شوب ايه، لا واحده زبادي هتبقى مفيده جدا. عايز انا اجيب بوله صغيره احط فيها سلطه الزبادي بتاعتي، انا كده ايه خلصت التتبيله اللي هي هتكون مع الكباب الجامد ده. ابص على الفرن لسه عايز شويه، انا عايز بس اديله تقليبه عشان يبقى كله زي بعضه. حلو قوي. ايه رايكم لما نرجع من الفاصل، هنطلع فاصل نرجع نلاقي اسمه ايه العيش بتاعنا بقى تمام التمام، ونشوف ونلاقي ده بقى ايه متسبك وبقى ايه رايق ونبدا نغرفه. فاصل وانا واصل. باي.